غرفة عمليات مشتركة بين الحشد الشعبي وقوات الشرطة الاتحادية يوزعون فيها قواطع المسؤولية على كل قوة منهم بهدف حماية المحافظة من أي هجمات إرهابية محتملة، خاصة وأن الانتخابات باتت على الأبواب. وبهذا الخصوص قال آمر قاطع اللواء 11 في الحشد عماد القرقولي في بيان إن قوات اللواء شكلت اليوم غرفة عمليات مشتركة مع الفرقة الآلية للشرطة الاتحادية في قاطع عمليات الحويجة جنوب غربي كركوك. وأضاف القرقولي أن هذه خطوة تصب في مصلحة استتباب الأمن في المنطقة وشل حركة الإرهاب الذي يعمل على زرع العبوات الناسفة التي تستهدف القوات الأمنية والحشد الشعبي والمواطنين، مشيرا أن هناك خططا محكمة ستكون بين الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي لحين تطهير الحويجة بالكامل من تنظيم داعش. وفي سياق منفصل أطلقت القوات العراقية المشتركة عملية عسكرية لملاحقة فلول إرهابي داعش جنوب غرب الرمادي بمحافظة الأنبار غرب العراق. ونقلت وسائل إعلام عن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي أن القوات المشتركة تتابع عمليات الدهم والتفتيش للبحث عن عناصر تنظيم داعش الإرهابي المتخفين في المناطق الصحراوية. الفلاحي أضاف أن العملية بدأت من ثلاثة محاور بإسناد من طيران الجيش لملاحقة فلول داعش في مناطق الرحالية ووادي سميل ومنطقة أبو الجير ووادي القذف جنوب غرب الرمادي.